مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه تفاعليه نشوف تي في غادي ترجع المملكه لعمل بتوقيت غرينتش زائد واحد عند حلول الساعه الثانيه صباحا من يوم غد الاحد 8 ماي 2022 وغادي يكونوا المواطنين بالمملكه مدعوين الى اضافه 60 دقيقه الى ساعتهم بحلول الساعه الثانية صباحا من يوم غد الأحد وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة علنات أول أمس الخميس أنه غادي يتم الرجوع للعمل بتوقيت جي ام تي بلس 1 وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 8 ماي 2022 ووضحات الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع للعمل بهذا التوثيق كيجي طبق المقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم جوج نقطة 18 نقطة 855 صادر في 26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية المملكة بهذا مشاهدينا غادي نصل لنهايه هذا الخبر الى اللقاء